السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية جميعاً. اليوم إن شاء الله رح نكمل الجزء الثاني من درس استكشاف الفضاء مادة العلوم الصف الثامن. المرة الماضية وبالفيديو السابق حكينا عن مراحل استكشاف الفضاء، بلشنا فيها بالعين المجردة وحكينا عن أهم الحضارات اللي عملت على رصد الأجرام السماوية والسماء من خلال العين البشرية أو العين المجردة، وحكينا عن المقراب والمركبات الفضائية الغير مأهولة. اليوم حنكمل، راح نبلش بالمركبات الفضائية المأهولة. شو يعني مركبات فضائية مأهولة، أو ماذا نعني، أو ما المقصود بها؟ كلمة مركبات فضائية مأهولة هي مركبات طبعاً بتحمل إيش كائنات حية إلى الفضاء، عكس المركبات الفضائية الغير مأهولة. هناك كان بس أجهزة، لا هون فيها كائنات حية طبعاً بتم حملهم إلى الفضاء وبعدها بتعود فيهم أو بتعود بهم إلى الأرض. طبعاً عنا المركبات الفضائية المأهولة تمت بعدة مراحل. أول مرحلة تم إطلاق أول مركبة فضائية كانت بتحمل كائن حي إلى الفضاء في نهاية عام 1957. طبعا مين الكائن الفضائي كائن حي اللي تم حمله؟ هو كان يعني كتجربة طبعا طبقوها على الحيوانات، فاستخدموا الكلبة لايكا ليدرسوا شو بيأثر أو شو تأثيرات الفضاء المختلفة على هاي الكائنات الحية. بعدها بعدة سنوات بعام 1961 انطلق أول إنسان طبعا إلى الفضاء، كان هو عبارة عن رائد فضاء روسي اسمه يوري جاجرين، كان تم حمله على متن مركبة اسمها فوستوك 1. بعدها بشهر تموز عام 1969 هبطت أول مركبة فضائية أيجل على القمر، يعني كانت أول مركبة فضائية بتهبط على جرم سماوي غير الأرض طبعا، ونزل منها اثنين من رواد الفضاء اللي هم نيل أرمسترونغ وأدوين ألدريم. طبعا عشان هيك اعتبروا أرمسترونغ هو أول شخص أو أول إنسان هبط على القمر، يعني أول إنسان بيهبط على جرم سماوي غير الأرض. بعديها المرحلة الرابعة طبعا مع توالي واستمرار رحلات إلى الفضاء، اخترع الإنسان عربات الفضاء. شو هي عربات الفضاء؟ هي عربات بتقوم بهدفها الرئيسي هو استكشاف الفضاء. طبعا اسم عربات يعني مصممة للنقل، يعني لها القدرة على التحرك. طبعا بتتحرك، طبعا بتكون عليها أو محمولة أو البشر بيكونوا موجودين عليها. طبعا في رحلات الفضائية بتعمل لي على دراسة سطح الكوكب طبعا اللي بدها تدرسه، بتجمع لي عينات من صخوره وسرعتها ممكن تصل إلى 16 كيلو متر في الساعة. هون عندي صورة لمركبة فضائية مأهولة. تمام، وصلنا هلأ للمحطات الفضائية. شو يعني محطات فضائية؟ هي مركبات فضائية ضخمة يعني كبيرة بتحمل لي رواد الفضاء والأجهزة والمعدات والأدوات كلها. طبعا هاي الأجهزة والمعدات بتساعد لي رواد الفضاء إنهم يقوموا بعديد من التجارب العلمية، يعني بطل الهدف فقط إني أوصل الفضاء أو أوصل جرم سماوي غير الأرض، لا صار هدف تجارب علمية، جمع معلومات، جمع عينات من الصخور وغيرها. تمام، هلأ هاي المحطة بتضلها تدور في مدار إلها مخصص حوالين الأرض، وبينتقل الرواد إلها بواسطة مركبات خاصة. طيب شو هم أشهر المحطات الفضائية؟ 1 محطة مير الروسية، 2 مختبر الفضاء الأمريكي سكاي لاب، و 3 المحطة الفضائية الدولية. شو هي المحطة الفضائية الدولية؟ هي محطة كبيرة طبعا مجهزة بتدور على ارتفاع تقريبا 400 كيلو متر من سطح الأرض، طبعا بتتزود بطاقة ذاتية من خلال ألواح شمسية، يعني بتمتص أشعة الشمس ومنها بتحصل على الطاقة. زي ما احنا شايفين هون بعض المحطات أو صورة المحطة. طيب اللي بعده عنا مكوك الفضاء. شو يعني مكوك الفضاء؟ هو برضو مركبة فضائية ولكن مطورة. حكينا انه كل ما تقدم الوقت صار عنا تطور اكتر، صار عنا اختراعات اكتر، العلم طبعا بتطور، فبالتالي الادوات المستخدمة لاستكشاف الفضاء كل ما لها عم تتطور. طبعا هو مركبة فضائية بتنطلق من الارض كالصاروخ وتعود كالطائرة، يعني بتنطلق بسرعة كتير عالية وبترجع بسرعة مختلفة. طبعا شو أهمية مكوك الفضاء؟ إنه له القدرة إنه يحمل الأقمار الصناعية الكبيرة والعديد من المعدات العلمية طبعا اللي بتفيدهم بالتجارب والمؤونة اللازمة للرحلات الفضائية.
هاي صورة المكوك الفضاء زي ما احنا شايفينه. طيب هلأ مكوك الفضاء زي ما حكينا هو خلينا نحكي جهاز ضخم بشكل كبير. طيب شو أهم أجزاء المكوك الفضاء؟ يلا أول إشي عنا الدوار. شو يعني الدوار؟ هو بيشبه شكله أو تصميمه مثل الطائرة. طبعا شو وظيفته أو شو الهدف منه؟ إنه في غرفة طاقم الرحلة الفضائية. طبعا هاي الغرفة بتكون مغطية يعني محمية بمادة السيراميك الحراري العازلة. ليش؟ عشان تعمل على حماية ايش؟ المكوك. يعني لو الهدف او جبنا على الفسة لماذا يتم تغطية الدوار بمادة السيراميك الحراري؟ طبعا عشان تعزلي او تحميلي المكوك طبعا من العوامل الخارجية. تمام؟ تاني جزء صاروخة الدفع. شو هم صاروخة الدفع؟ هم صواريخ بترفع لمكوك الفضاء من منصة الإطلاق إلى الفضاء. طبعاً يعني بما أنهم صاروخ يعني راح تكون طاقتهم هائلة وعالية وسرعتهم عالية عشان ترفع لهاد اللي خلينا نحكي الكتلة الكبيرة والضخمة عشان تعطي برضو المكوك سرعة كبيرة عشان يتغلب على قوة الجاذبية الأرضية. طبعاً كلنا بنعرف إنه الجاذبية الأرضية تجذب لي الأجسام نحو الأسفل أو باتجاهها. فأنا كيف بدي أرفع جسم بكتلة وحجم كتير ضخم وكتير كبير بعكس هاي الجاذبية؟ فأنا بدي قوة دفع هائلة. طبعاً أنا بقدر أستفيد من هدول الصواريخ عشان ترفع لي المكوك. هدفهم بس رفع المكوك، بعديها بينفصلوا عن المكوك وبيرجعوا إلى الأرض عن طريق المظلات. ثالث جزء من أجزاء المكوك الفضاء خزان ضخم من الوقود. طبعا كيف بده يتحرك المكوك إلا بوجود الوقود؟ طبعا الوقود هو الهيدروجين والأكسجين السائل، طبعا يعني يتم استخدامهم كمصدر للوقود أثناء عملية الإقلاع. وبعد ما إنه ينفصل عن المكوك اللي هو حكينا الخزان بيحترق أثناء دخوله الغلاف الجوي للأرض ولا يعود إليها. يعني مجرد إنه بلش يدخل الغلاف الجوي خلاص بيحترق وما بيدخل لجوا. طبعا زي ما احنا شايفين هون عندي صورة بتبين لي اجزاء المكوك اثناء رحلته. عندي هون نقطة الانطلاق طبعا حامل الصاروخ، بعديها طلع كيف الصواريخ انفصلت عن جسم المكوك وعادت طبعا زي ما احنا شايفين هون انعزلت او رجعت عن طريق المظلات. بعدين هون الخزان الوقود اللي احنا شايفينه انفصل عن جسم المكوك، بعدين لما دخل الغلاف الجوي طبعا صار له عملية احتراق وبعدين بيعود المكوك زي ما احنا العودة كيف بيشبه الطائرة، بيطلع زي الصاروخ وبيرجع مثل الطائرة. تمام، عندنا هلا بدنا نحل أسئلة تقويم والتأمل الموجودة صفحة 131. طيب السؤال الأول بحكي لي فسر كلا مما يأتي. ألف تزود المركبات الفضائية بالأكسجين. ليش إحنا أو ليش بيتم يعني تزويد المركبات الفضائية بالأكسجين؟ طبعا الجواب سهل، لعدم وجود الأكسجين في الفضاء الخارجي. تمام. طيب با لا تستطيع المجسات الغاطسة الهبوط على سطح الكواكب الغازية. ليش المحطات أو المجسات الغاطسة ما بتقدر خلينا نحكي تهبط على سطح الكواكب الغازية؟ حكينا المرة الماضية إنه الكواكب الغازية هي عبارة لازم إشي ينغص. هلأ بدنا نحل أسئلة التقويم والتأمل صفحة 131. السؤال الأول بحكي لي فسر كلا مما يأتي. ألف تزود المركبات الفضائية بالأكسجين. طبعا ليش منزودها بالأكسجين؟ عشان عدم وجود الأكسجين في الفضاء الخارجي. طيب با لا نستطيع أو لا تستطيع المجسات الغاطسة الهبوط على سطح الكواكب الغازية. ليش؟ حكينا المرة الماضية إنه الكواكب تنقسم إلى جزئين، كواكب صخرية وغازية. صخرية لأنه جسمها أو مكوناتها من الصخور، بينما الغازية من الغازات. طبعا ليش ما بتستطيع المجسات الغاطسة أنها تهبط على هاي الكواكب؟ ليش؟ عدم وجود سطح صلب تهبط عليه، كله غازات، كيف بدها تستقر؟ طيب السؤال الثاني بحكي لي ما وسيلة ارتياد الفضاء التي توصف بما يأتي؟ يعني معطيني الحالة وإحنا بدنا نكتشف شو هي الوسيلة. ألف تدور حول القمر ولا تحمل بشرا. تمام، هي طبعا المركبات الفضائية الغير مأهولة، لأنه بيحكي لي لا تحمل بشرا اللي هي أقمار صناعية لأنها بتدور تمام في حول مدار. با
تدور حول الأرض وهي معدة لاستقبال رواد الفضاء. بما إنها معدة لاستقبال رواد الفضاء إذا رح تكون المحطات الفضائية. جيم تنطلق من الأرض كالصاروخ وتعود كالطائرة. هلأ حكينا المكوك الفضائي. طيب السؤال الثالث بحكينا يتم إنشاء المراصد الفلكية غالبا على قمم الجبال لإبعاد كل ما يمكن أن يؤثر في دقة عملية الرصد، ومع ذلك يبقى الغلاف الجوي عائق أمام عملية الرصد. برأيك ما الحل وما الذي يفعله العلماء للتغلب على هذه المشكلة؟ ليش يعني بينشئوا المراصد الفلكية على قمم الجبال؟ طبعا المراصد الفلكية وبتم الرصد في الأماكن على قمم الجبال لأنها قمم عالية، تمام؟ في الأماكن اللي خلينا نحكي خالية من المباني عشان ما يصير في عندي تشويش أو تكون الرؤية واضحة. طبعا شو نعمل إذا كان أو شو يعملوا العلماء حتى إنهم تعدوا مشكلة إيش الدقة عملية الرصد؟ طبعا لازم يتم الرصد أثناء الليالي الصافية لما تكون السماء خالية من الغيوم. السؤال الرابع طبعا بحكي لي رتب أحداث استكشاف الفضاء الآتي على الخط الزمني. معطيني خط زمني طبعا فياته السنوات اللي احنا شايفينها بدنا نرتبهم. طبعا هذا من خلال الدرس عام 1608 ميلادي تم صنع أول مقراب، عام 1957 ميلادي تم إطلاق أول قمر صناعي، عام 1961 ميلادي تم إطلاق أول رحلة فضائية قام بها الإنسان، عام 1984 ميلادي تم إطلاق القمر الصناعي عربسات، عام 1998 ميلادي تم بناء المحطة الفضائية الدولية. طبعا هلأ وصلنا لدرس ارتياد الفضاء وهو الدرس الثاني. طبعا رواد الفضاء أثناء خروجهم من نطاق الأرض طبعا أثناء رحلتهم في استكشاف الفضاء بيعانوا أو بتعرضوا لظروف كتير بتختلف اختلاف كبير عن الظروف الموجودة على الأرض. يعني ممكن إنها ترتفع الحرارة بشكل كبير أو تهبط إلى درجات منخفضة بشكل كبير، أو ممكن توصلهم إشعاعات من الشمس في غاية الخطورة. طبعا هذا كله بيؤدي إلى إنه الرواد الفضائي يعانوا من كتير من المشكلات أثناء رحلتهم الفضائية. تعال نشوف شو هم أهم المشكلات اللي بيعاني منها رواد الفضاء. واحد انعدام الوزن داخل المركبة الفضائية. كيف يعني؟ هلأ لما يتعرضوا لانعدام الوزن وحكينا بسبب جاذبية بتكون معدومة بالفضاء، هذا كله بيأثر طبعا لأثناء رحلتهم لفترات طويلة بيؤدي إلى نقص الكالسيوم. طبعا نقص الكالسيوم بيسبب مرض هو هشاشة العظام. طبعا ليش؟ لانه عدم الضغط على العظام، طبعا بسبب عدم الضغط على العظام وتسوس الاسنان. يعني المشاكل بيعانوا منها تسوس الاسنان، هشاشة العظام نتيجة نقص الكالسيوم. تاني مشكلة الغبار. طبعا من وين بيجينا هذا الغبار والاجزاء الدقيقة؟ من مخلفات الرحلة السابقة. يعني ممكن جزيئات الغبار ومخلفات المركبات الفضائية السابقة تعمل لي أو تصطدم بالمركبة الفضائية يعني القادمة باتجاهها، فبالتالي ممكن تدمر لي هاي المركبة أو تحدث لي خلل فيها. ثالث مشكلة بيعاني منها رواد الفضاء عدم التكيف. كيف يعني؟ طبعا عدم التكيف طبعا زي ما حكينا ظروف تختلف الحرارة الإشعاعات الجاذبية وإلى آخره بيعمل على إضعاف عضلات الجسم لأنه قلة الاستخدام، تمام؟ فبصير عندي إنه القلب والأوعية الدموية بصير عندها حالة من حالات الخمول. يعني العضو ما بيتم استخدامه مثلا كالحركة إلى آخره بصير له عملية خمول. رابع مشكلة بيعاني منها رواد الفضاء هو التعرض إلى الإشعاعات الخطرة. حكينا اللي بتيجي من الشمس لأنه طبعا إشعاعات اللي بتكون بالفضاء غير توصل الكوكب الأرض. طبعا وين مصدرها؟ الشمس. فخطورتها بتكون أكتر إشي مش جوا المركبة الفضائية وإنما إذا تم العمل خارج المركبة الفضائية. زي ما احنا شايفين هون رواد الفضاء طبعا انه بيرتدوا ملابس خاصة. طبعا هاي الملابس الخاصة بتناسب مع الظروف الموجودة هناك اثناء الرحلة الفضائية طبعا عشان تقيهم وتحميهم ويستطيع انهم يتغلبوا على هاي المشكلات اللي بتواجههم. تمام نحل التقويم والتأمل صفحة 135. السؤال بيحكي لي الأول لماذا تعاني عظام رائد الفضاء بعد قضائه مدة زمنية طويلة في الفضاء من نقص في الكالسيوم؟ حكينا هلأ قبل شوي بسبب عدم الضغط على العظام في حالة انعدام الوزن لأنه ما في جاذبية. 2 ما مصدر الجسيمات المادية التي تملأ الفضاء وكيف
تشكل هذه الجسيمات مصدر خطورة لرائد الفضاء. طبعا مصدرها المخلفات الرحلات الفضائية السابقة أو أي جسيمات صغيرة الحجم، طبعا بتكون من مكونات الفضاء، طبعا لأنه من الفضاء بتكون غير أنه أجرام سماوية مختلفة، طبعا أتربة، غبار، جسيمات مختلفة. طبعا مثال عليها حزام الكويكبات. طيب السؤال 3، هل تحلم بأن تكون رائد فضاء ولماذا؟ طبعا هذا السؤال يترك للطالب. طبعا مع درس ارتياد الفضاء هيك بنكون ختمنا درسنا. يعطيكم العافية.